نحن بالشراكة مع شركائنا اللي دعموا هذا البازار في هذا اليوم بالزبابدي، بعد ما تواصلوا معنا في البلدية رحبنا بالفكرة وبدأنا في التحضير والاستعداد لهذا اليوم. في عنا مشاريع صغيرة بيكون فيها شباب وصبايا، هذه المشاريع على صغرها بهي نواة لمشاريع قد تستمر ويبنى عليها في المستقبل، وهذا هو الهدف بالزبابدي لدعم الشباب وتشجيعهم على مثل هيك أفكار، وهذه مهمة البلديات بالعادة في بناء القدرات. نتمنى أن الزبابدي تستمر هذه الأنشطة وأن تكون مناسبات موسمية سنويا تقام من أجل الشباب ودعمهم في المستقبل. البازار كانت هي فرصة تشجيعية لحتى يطلعوا بهذه المنتجات على الواقع ويعرضوها بشكل أوسع. كمان أنا بوجه أكيد لرسالة للشباب وللمرأة أنه الحياة دائما هي أمل، وما توقفي في حالة إذا ما كانش هناك فرصة لتصدير منتجاتك، بالعكس أي فرصة بتسح لك سواء كانت بازارات أو عن طريق التواصل الاجتماعي أو عن طريق عرض في أي مكان، أنك أنت تكوني موجودة في كل مكان لحتى الكل يعرف تلك المنتجات وكمان ياخدوها منك ويكون لك فرصة أكبر في إنتاج هاي المنتجات وتصديرها. احنا جينا اليوم هون نشارك في ضمن مشروع المجتمع المدني من أجل الكرامة، وعندنا مبادرة هي مبادرة بازار للشباب بيهدف إلى هدم الهوة بين الهيئات المحلية والشباب، وبذات الوقت تعزيز التعاون فيما بينهم وتعزيز المنتجات الوطنية اللي هم بيقوموا فيها، المنتجات المحلية اللي بدورها بتأدي إلى تمكينهم اقتصاديا ومن ثم تعزيز انتمائهم وفلسطينيتهم ومواطنتهم في المجتمع الفلسطيني. موجودين اليوم في البازار في بلدة الزبابدي مع مشروع المجتمع المدني من أجل الكرامة. إحنا اليوم اشتغلنا مع البلدية بتعاون معهم لأن نهيئ هذا البازار لدعم المرأة ودعم كل هاي المشاريع الخاصة فيهم لنعززها أكثر. تعاونوا معنا بلدة الزبابدي وكمان أيضا تعاونت معنا البلدية لإنشاء هذا البازار إحنا الشباب. جينا اليوم ضمن مشروع المجتمع المدني من أجل الكرامة. طبعا هو مسمى هذا المشروع هو المجتمع المدني، وهو يعني بهدف انه يعزز كل فئات او المواطنين الفلسطينيين من قبل هيئات محليه او احزاب سياسيه او احنا كشباب فلسطيني فاعل. كان عندنا نشاط اليوم اللي هو في بازار خيري، هدف هذا البازار هو دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني واللي هو اساسه اقتصاد ريفي. فاحنا لما نيجي هذا البازار احنا بنحكي عن صناعات محليه وطنيه. احنا بنعاني حاليا في ظروف صعبه اقتصاديه وظروف الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي احنا من خلال هذا المشروع او احنا تعزيز هذا البازار احنا نهدف على تمكين الشباب الفلسطيني وتمكين النساء من خلال التعاونيات. وبالتالي احنا بما ان مجتمع فلسطيني بنعاني من واقع صعب والاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد خلينا نحكي صغير بحاجه لدعم وتعاون، احنا كشباب فلسطيني لازم يكون لنا دور فاعل في هذا المجال. انا من جنين وصاحبه مشروع متجر الشاهد، هو عباره عن مشروع مختص في التصميم والطباعات الورقيه بالاضافه الى كتاب الذكريات، شغل يدوي في الجفرات في البراويز ميداليات بالاضافه لخط إنتاج الشموع. المتجر قائم من 2020 وتحديداً في أزمة كورونا، وهو مصدر دخل ثانوي إلي لأني أنا بشتغل مدربة في مجال الإعلام والمهارات الحياتية. أخصائية بشرة وتصنيع صابون طبيعي علاجي لمختلف أنواع البشرة، منها للبشرة الحساسة للبشرة الدهنية والمختلطة، بالإضافة لمنتجات العناية في الجسم مثل كرات البث بوم هون، صابون معطر وحجر معطر، بالإضافة للجلسات العلاجية اللي أنا بعملها للعناية في البشرة طبعاً للشباب والصبايا. إلي 7 سنين تقريباً في الشغل هذا اللي هو إكسسوارات البيبي، توزيعات كمان ميداليات وعلاقات للسيارة، مثل هيك بنعمل شغلات بتخص البيبي، طبعاً بنغير الاسم حسب اسم البيبي.